دابا قول لي قول لي نهار جام بغيتي تلعب مع الجديده وما لعباتش ولا القضيه ولا عقلتي واحد ولات واحد الفضيحه ولا تصور فارتي ما غنمشاش نلعب وما مشاش لعب واش كاين مع الجديده من الجزائر كانوا في التسويق كلشي عارف هذيك كانوا في الجزائر حيت استغلوا القانون قال لك باقا ما كايناش 72 ساعه باقا ما كايناش 72 ساعه اذا اش دار اذا اللي دار القرار ديال العصبه لا ماشي تمردو شنو اشرح لينا ما كاينش تمردو شنو كاين انت العصبه بغات تلعبهم في 48 ساعه قال لك لا القانون انا ملي كنكون خارج خصني نلعب على 72 ساعه زيد وكانت ودخل الفريق الخصم وكان نقل مباشر وما جاش الفريق راه ما غلطش الراجل شكون اللي غلط العصبه اللي دارت في هذاك النهار اذا العصبه جمع الكراطه ويمشي في حال كاملين او ملي ما غلطاش الراجا ما غلطاش غلطانه وشكون اللي راه هي ديال المحاباه اذا العصبه شكون اللي كان في العصبه اذا العبلاتي شكون اللي مصيري ويمكن ديك الساعه بعد من العصبه يمشي قبل الفرقه راه قلنا هذا الشيء راه قلت واش قبل ما نهضر هذا الموضوع راه قلتها قلت لك راه وجهت لي كنت كنقول ليه سي سعيد قابل فرقتك وبعد من هذه العصبه خليها ليه مش فيها فهمتيني ولا لا راه اذا كنقولوا حنا مثلا كتجي عصبه كجهاز حاسم بقراراته وقوانينه ياك ما تيحسمش واحد كيغلط اذا سمح لي تحمل مسؤوليتي وعليهم تقديم استقاله هذا نظر ديك الساعه اما دابا مثلا دابا شحال من ماتش دابا شحال من ماتش دابا غتلعب الوداد أربعة ماتشات في ظرف اسبوعين اشريف راه ما يمكنش راه 48 ساعه راه حسبهم ليك بالديتاي راه دابا اسفي لعبتي اكادير غتجي الاسفي غتجي نهار الخميس غتلعب مع 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 فاس مع فاس غتجي تلعب ديربي الخميس لا الاثنين غتلعب مع فاس الخميس غتلعب ديربي الاثنين غتلعب تطوان وحسبها هايا باش تسالي 15 تسالي ب 15 واش غير تفرج على اللعبه او تجي تفرج تقول لي انا شنو هو الاداء التصوير المقابلات غيتفرجوا الناس كيتفرجوا البطوله الدوري الاول على المستوى العربي وحافظين عليه ايوا المسؤول اللي تسالي البرمجه حافظي باش الناس تتفرج ما تملش الناس راه كدوز كتفرج دابا كتقول ما نكونش تفرجوا في الكره حيت اللعابه عاطي الله هادشي اللي عطى الله والصوت عاونوا اللعاب توا الا بغينا نشوفوا الاداء وجدوا لهاد الظروف على الاقل ديال الاسترجاع وهذا باش نلقاو واحد 90 دقيقه في المستوى نلقاو فيها اهداف ونلقاو فيها حملات ونلقاو فيها يعني هجمات ونلقاو فيها ما نبقاوش نشوفوا تهجمه شوفوا ريتم وتقول لك نتفرج في اكادير الريتم كيكون مع الجمهور هذا الجمهور دابا دابا الديربي غيكون فيه الجمهور ولا ما يكونش فيه الجمهور ما نظنش فين يتلعب بعد الديربي ايوا الا ما كانش غيكون فيه الجمهور شنو هي الصوره اللي غنسوقوا وفين يتلعب ورا صافي لعب في مراكش في اكادير المغرب دابا 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 مزيان ملي هضرتي مع اكادير ومراكش ياك اكادير ولا مراكش نديرو مثلا اكادير سمعت اكادير نديرو اكادير انت اكادير ما تستقبلاش جمهور واحد ديال الوداد اللي لعب ضد الفريق ديال المدينه هي ما استقبلاتوش وانت تحملوا مسؤوليتهم والله يديك كارطوان ونكونوا واقعيين دابا حنا كنهضروا بالواقع اللي كيدار هذاك اللي غادي تقول لي تحمل مسؤوليتك كيقول لك خويا ما قادش على الجمهور ديال الدار البيضاء يجيك فاس دابا 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 مسؤول ما قادش على على ما باغيش يطرا عنده المشاكل كيفاش دابا كل واحد كيقلب في راسو اين هي المصلحه ديال كره القدم المغربيه وتسويق الصوره ديال الفريق ديال البلاد غينظم كاس العالم وكاس افريقيا باش مسؤول انا يدير القرار اللي بغاه هو يستاشر مع الاختصاص او الا كان متى غيتلعب في اكادير الدعم بالامن من مدينه الدار البيضاء ماشي الدعم الدعم ديال انا شخصيا ما كنقولوا ما كنفهموا حنا في كل شيء المغاربه ما كنفهم ما كنفهموش على الوقت اللي ما كنبغيوش نفهموا اما الامور اللي كنبغيو نفهموا كنفهموا فيها انا كنفهم امنيا نزيد وسيدي الامن واللي حصل يودي الا جينا حنا راه هنا راه حيت حنا مثلا هذا المسؤول هذا تيخاف من المسؤوليه كوالي او عامل صاحب جلاله كيبغيوش المشاكل مدينه معينه كيقول لك دير لها تفاديا ايوا تفاديا واين هي صوره المغرب والملك الله ينصرو راه هو اول من اعلن خبر استضافه المغرب واسبانيا مناسبه مع اسبانيا والبرتغال على كاس العالم كيفاش تي دابا انا هو سيدنا عاطي اهميه للكره وانت كتقول لي انا ما نستقبلش ولا لا هذا ما يجيش ولا هذا ما يمشيش اذا غادي دير خطه امنيه لمباراه معينه وغادي تطلب الدعم من المدن القريبه وغادي دير توعيه من باب الجماهير الديربي انه راه اللي حصل في سميتو راه غيطبق عليه القانون بحذافيره سمعتي وممنوع القصير واش الفصائل غادي تتحمل مسؤوليتها في هذه المساله غيتحمل المسؤوليه ديالهم
راه معروفين، معروف الجروب فين كيريح ديال الرجاء وديال الوداد، معروفين. الوداد راه عندها الوداد متحكمين في امورهم، الرجاء راه ما عندها مار جوج ولا مار ثلاثة ياك، شحال عندها الرجاء من الترا؟ تا هما توحدوا، توحدوا تا هما توحدوا. مارت خصهم يتوحد دابا، دابا خص توحد كلشي باش نرجعوا اي ما احنا بغينا الان الصوره ديال الجماهير الوداديه. الجماهير دابا راه كتعطي كما قلت لك راه ملح كرة القدم، راه ديربي داك تي ديربي تقول لي ديربي وما فيهش الجمهور لا دابا ما كاينش اداء لا بلاتي لا بلاتي هاد نهار تلعب الفينال مصطفى ديال الرجاء والوداد ديال لاكوب دارها كاس مع مسيري ويلي 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 جمهور بقى دابا باقي هتهتوا به دابا هتهتوا به وتا لعاب تعاودوا مني تجي لعب في المغرب على قبل تجي كتقول لي انا نلعبوا مع ديربي حق بلا جمهور ولا بلا جمهور صافي ما نلعبوش وصافي وتا الديربي حيدوا الديربي وصافي الديربي تلعبوا ولا جمهور صافي الفرقه اللي دخلها يدخل جمهورها والفرقه اللي خارجه ما يدخلش جمهور بقاو لاعب عدي كل واحد بقاو لاعب ما بطوله ما فهمتش ويلي اصاحبي رضوان مصطفى في ظل هاد الامور اللي دابا كتشوف دونك ترى غادي ولا نوض تعشى مرحبا تعشينا العشاء وجد العشاء وجد راه وجد شوف خلاصه الكلام خلاصه ديال الكلام حنا كملنا فيه الان كره القدم الملح ديالها هو كره القدم خصو تلقى حلول حلولها من النقاط.